قوي. انت يا مجدي مساء الخير على كل متابعين يوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا في بس لايف جديد. عم مجدي بيوزع رنجه بمناسبه ان المنتخب يلعب النهارده وبيتمنى ان هو يفوز. بيتمنى ان المنتخب يفوز. اتعرف بحضرتك. انا اسمي مجدي. بوزع رنجه بمناسبه المنتخب. ان ربنا يكرم يعني المنتخب يفوز وكده ان شاء الله. تتوقع نعم؟ تتوقع ان شاء الله 2-0. مين هيجيب الاجوان؟ محمد صلاح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا كل جمعه بامر الله. على كده على كده يا حبيبي. كل جمعه بنزل بوزع يعني برضك كده، بس جت كل يوم حد. بس يا حظي بقى النهارده اللي جت المناسبه ايه الماتش المنتخب وكده. بنجاوي يعني النهارده كل حد بوزع بس الاساس النهارده عشان المنتخب. حظ حلو يعني المنتخب يعني، فقلت انزل ايه حظي انزل اوزع وكده. وجبات ليمنج عشان الناس يشجعوا برضك يقولوا ان ربنا يكرم المنتخب يكسب ان شاء الله. يلا يابا. طب الشباب اللي بيساعدوك دول مين؟ دول في ناس زمايلي وصحابي. كله عارف بقى ومتعود على كده. نعم؟ كل متعودين انت بتنزل؟ كل جمعه بنزل بامر الله. كل يوم حد بنزل. كل يوم حد بنزل ان شاء الله. حكم شايفين. يلا اعمل اي حاجه. اوه رجاوي.
زي ما حضراتكم شايفين احنا في السيدة، بيت السيدة، في احتفالات كبيرة وأعلام. اسمك ايه؟ حسن. اسمك ايه؟ حسن يا باشا. قول لي يا حسن، جاي تعمل ايه النهارده؟ النهارده جاي اشارك مع المنتخب واشارك مع عم مجدي ونوزع وجبات رنجة، وكل يوم حد بنروح منطقه شكل نوزع رنجة، والنهارده النهارده بنوزع وجبه رنجة ان شاء الله عشان المنتخب ان شاء الله يكسب باذن الله. ان شاء الله مصطلح طبعا، هو دايما اللي مفرحنا. كم جول النهارده؟ ممكن نقول 3 ان شاء الله، انا بحب رقم 3. تمام. اسمك ايه؟ نوشا. 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 بتحب الرنجة نوشا؟ بتشوف المنتخب؟ رقم 10 مين بيلبس 10؟ محمد صلاح. يلا. محمد صلاح؟ متوقعين ان نجيب كام جول النهارده؟ ان شاء الله بقى. ايه؟ ان شاء الله بقى. كام يعني كام؟ 10. ده خالص ده في ان شاء الله. فانت برل. ايه؟ ما اتكلمتش؟ ما اتكلمتش. سجل الرقم ده عندك. يلا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمود. اوعى اوعى. محمود. قول لي محمود، انت النهارده بتوزع رنجة عشان المنتخب؟ اكيد طبعا، ان شاء الله المنتخب هيكسب ان شاء الله النهارده 2-0. كام؟ 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله محمد صلاح. محمد صلاح يجيب الجولين؟ ان شاء الله. ماشي يلا. انت اسمك ايه؟ محمد جمال. متوقع مين يفوز النهارده؟ ان شاء الله مصر. كام جول؟ 1-0 ومحمود تريزيجيه. هيجيب الجول؟ ان شاء الله. الدوري اوري. اتوقع الماتش يخلص كام كام؟ ان شاء الله باذن الله 2-0. ان شاء الله باذن الله 2-0. متوقع مو صالح ان شاء الله. متوقع الماتش يخلص كام كام؟ 10-0. اتوقع كام؟ اتوقع 2-1. شكرا لكل يلا رجاله مصر، احنا مصر. بص بص هنقول مره واحده مصر. شكرا لكل متابعي اليوم السابع. دي كانت مظاهر الاحتفال في السيدة. ان شاء الله باذن الله المنتخب يتوج ببطولة الامم ويكمل فرحتنا. شكرا لكل متابعي اليوم السابع، كان معكم مصطفى جابر.